ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جنة أن خالدين فيها وبئس المثوى فاصبر إن وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ أَوْ يَرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نقصص عليك وما كان الرسول أن يأتي بآية من الله بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون قل جعل لكم آمن ترغبوا منها ومنها تأكلون ولكم بها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وإليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثرهم في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات من العلم بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسره نالك الكافرون.